بس انظر الى خبر اليوم، رئيسي يقبل دعوة زيارة الرياض وربما نراه قريبا في الرياض. خلينا نسأل أستاذ مبارك، يعني هذا الخبر تجاوز مهلة الشهرين للرصد والمتابعة ومراقبة السلوك الإيراني. أستاذ مبارك، شو سر هذا التسارع؟ فقط أريد أن أضيف لما ذكر الزميل ياسر قبل قليل، بان عهد الملك عبد الله رحمه الله كانت السعودية تطالب بقطع رأس الأفعى، وكنا نطالب بضرب إيران، بإنهاء البرنامج النووي، كنا نطالب باستخدام القوى العسكرية آنذاك. لكن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل باللا اهتمام، ترحيل القضية، محاولة إدارة القضية وليس حلها، محاولة الاستثمار في الأزمات. اليوم في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يقرعون طبول الحرب في المنطقة، بمعنى أنهم اتخذوا قرار صحيح لكن بالوقت الخاطئ. الوقت الآن المنطقة لا تحتمل أي ضربة عسكرية أيا كان، لأنها ستنفجر وهي كالبارود الذي ينتظر الشرارة. ولذلك كانت الدبلوماسية السعودية ذكية جدا وشجاعة في اتخاذ قرار التقارب مع إيران في مثل هذا الوقت لتجنيب المنطقة أي تفجيرات ولقطع الخط على من كان يريد أن يتكسب. أستاذ مبارك، كأنه لديك قناعة بأن إيران ستتعرض لضربة عسكرية قريبا. والله أنا يعني كقارئ، يعني كلنا تابعنا التصريحات الأمريكية، الضربات الإسرائيلية المجهولة بين قوسين التي ضربت إيران، القادمة من أذربيجان، القادمة من حدود من هنا وهناك، كلنا رأينا التصفيات التي جرت لأبو البرنامج النووي الإرهابي الإيراني، كلنا تابعنا ذلك. كانت هناك قاب قوسين وأدنى، مناورات كبيرة أمريكية إسرائيلية، مناورات أمريكية سعودية، اندلعت المناورات في كل مكان، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانت تحشد ضد إيران. عندما كنا نطالب بالحشد ضد إيران كانوا يتلكؤون، اليوم هم يريدون قرع الطبول ونقل الحرب من أوكرانيا لبكر خناق عن أوروبا. ولذلك عندما أقول أننا لا نريد سقوط النظام الإيراني الآن، لأن المنطقة ليست على لا تحتمل أي حالة زعزعة لدولة من الدول، ولذلك سارعت السعودية للاستثمار في هذه الحالة التي تمر بها إيران من خلال تعجيل مد يدها لإيقاف الخلاف، وهو أول ثمرة من ثمرات وهذا المد.